السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شلونكم شباب ان شاء الله زينين نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدي باليونري ايمجينج وراح على اشعة او محاضرات الاشعة الخاصة باليونري تراكت نجي المحاضرة الاولى طبعا احنا من ناخذ اشعة بانواعها سواء كانت الاكس واي سواء كانت الانواع الاخرى من التصوير مثل الالترا ساوند اللي هو السونار مثل السي تي سكان المفراس الرنين الامراي الاشعه الملونه الاي في بي كل هذني فاحنا غالبا نريد ناخذ فد صوره المن لواحد من اعضاء اليونايتد فاكت اللي هو اما الكليتين كيدنيز او عندنا ال بلادا يونا بلادا او عندنا اليويتا اليويتا طبعا الى في نقدر نشوفها تكون خاصه به تمام يا شباب فيعني وحده من الاعضاء تمام وحده من الاعضاء زين هذا خلينا نرجع له بعدين هذا الاناتومي بوقته شنو احنا التقنيات او نقدر نقول انواع التصوير الاشعاعي وغير الاشعاعي اللي نستخدمه طبعا خلينا نحكي بمصطلح عراقي او بمصطلحات يستخدمها البيشنت افضل على مود تكون بتواصل افضل وياه. ابسط شيء عندنا نوعا ما اللي هو الاكس العاديه. هاي ما موجوده بالمحاضره. الاكس العاديه ابدا من الاكس البطن ناخذ لها تمام؟ لكن هاي ككليه كيونايتواكت ما تعطينا ذيك الفائده يعني الاكس واي وحدها ما تنطينا ذيك الفائده فلذلك احنا ما ذكرناها هنا نذكر في شغلات لا تعطينا فائده قويه الالترا اللي هو السونا يعتبر من اول الاشياء اللي نستخدمها بالتصوير انت عندك مثلا اخصائي بوليه اول تحليل يفكر به اول شيء يفكر يدزه هو الترا زين بعدها شو جيب لنا هاي الاكس واي العاديه اي وبعد حط لنا بها صبغه داخل اليوناي تراكت صبغه تطلع لنا اليوناي تراكت هاي الصبغه ممكن نعطيها عن طريق الوريد انترافينس وتنتشر للكلية وتعطينا فتصوها صوره شلون يعني محمد تعال لي قدام هسه نعرف هاي اكس واي عاديه اللي هي الكاب نصيح لها ابدومينال بلين اكس واي اللي قلنا ما بها الفائده القويه ما تطيني فد شيء مجرد عظام وفد وشه خفيفه هيك بياض رمادي خفيف هاي حط لها صبغه حط لها شنو فد اضافه صبغه شوف هنا أنا. انطينا صبغه للمريض صبغه يعني شنو يعني ماده صبغيه تبين بالاشعه اعطيناها هي عن طريق الوايد راح تروح للكليه شوف هنا أنا. بدأت تبين الكلية ومحتوياتها شوف هنا بدأت تبين المثانة ومحتوياتها البلادة إذا هنا عن طريق الصبغة هاي طلعت لنا بعض الإضافات إذا راي العادية ما تعطينا ذيك الفائدة لكن من أنطي عليها إضافات أنطي صبغة فممكن تصور أن الكلية نفسها الكلية الكدني وهذا نصيح له انترافين سبايلوجرافي بايلوغرافي اللي هو حوض الكليه تصورنا يا مثل ما شفنا قبل شويه انتو فينس لانه صبغه زين هذا بالتالي راح يطلع لنا فد نوع من انواع البايلوغرافي ريتروغريد وانتيروغريد يعني شنو ريتروغريد ويعني شنو انتيروغريد تعال الكليه مو يجيها الشريان منها اوكي شرايين ذني مالتها منها طبعا اللي جايات من الايوتا زين فلو الصبغة اتجاه الصبغه ركزوا وياي هاي مهمه لو اتجاه الصبغه مثلا نفض هذا السائل اللي راح يكون الأصفر هو الصبغه فطاب من الدم راح من الكليه ومن الكليه بعدين نزل عن طريق البول تكامون ونزل لي جوه اذا الاتجاه من الدم للكليه ويطلع لي برا هيك اتجاهه هذا نصيح له انتي او انتيور جريد بايلوغرافي يعني شنو انتيوغريد او انتيغريد يعني معناها بالاتجاه العدل بالاتجاه الصحيح يعني مو هون سايد راح تقول شنو هون سايد هذا هو عندي طريق اقول لك اصبر عليه شويه فالاتجاه العدل اللي هو جت الصبغه عن طريق الدم وبعدين الكليه وبعدين نزلت البول هذا نصيح له انتيغريد ليش زين اكون سايد اي نعم نحقن الصبغه مو عن طريق الدم عن طريق المخرج الفتحة التناسلية أو الفتحة البولية اليوريثرا عفوا الفتحة البولية وهنا تملين المثانة والنوب تصعد لي فوق عن طريق الحالب وتملي الكلية اتجاه عكسي من جوة لفوق من جوة لفوق اتجاه رون سايد هذا شنصيح له رتو غريد هو يعني عكسي بس افتهمنا شنو هو تو جايد وطبعا هذا مو بس بايلوغرافي لا ممكن بايلوغرافي اللي هو كليه يو يعني شنو يعني الحالب سيستوغرافي اوكي اللي هو المثانه اكو نوع من انواع السيستوغرافي تصوير المثانه بالصبغه عن طريق الاكس واي نصيح لافويدنج سيستو يو وهو ده يتبول احنا دا نصور احد يقول آه آه يا معود عيب شنو الرجال ده يتبول صور شنو اقولك لك عليه احنا مو نصور بكاميرا فيديو يا معود لا يوحد دماغك الشغلات تعبانه قصدي نسوي له اكس واي اكس واي يا معود نسوي له وانا انا رحت الاكس واي دقيقه خندوها نسوي له اكس واي وهو اثناء التبول راح تقولي شنو فائدتها على مود نعرف اذا هل اكو فد ليك باليوناي بلاده انسداد باليوناي بلاده مشاكل باليوناي بلادا واحمل والديك ركز لا تفهمنا غلط لانه هي الوضعيه العيصه اوكي زين بعد سيتي تي المفاس سي اللي هو يعتمد على الاشعاع اكس واي المفاس هو عباره عن 600 الى 1000 اكس واي يعني ثخينه صار زياده ولا ماي اللي هو اوانين يجين واحدة واحدة الألتراساوند الالترا ساوند او اللي هو السونا شو كنت نستخدمه اول شيء هو first investigation in suspected urinary tract pathology اول تحليل اول اشعة انت تفكر تدزها لانه يعطيك صورة واضحة عن الكلية عن المثانة بعد مو بس اول تحليل لا تظل تدزه على طول خصوصا ان الموضوع يحتاج فولو اب كونك يعني مريض عنده فش عجز كلوي مزمن سي آه اف كونيك ال ا آه رينال الاف فيليا عنده عجز مزمن فكليته تصغى يوم عن يوم فاني كل ثلاث شهور كل ست شهور ادز له سونار مال كليه فيفيدنا، بعد قبل الكلية الجديدة إذا زاعيها مثلا زاعيلة كلية جديدة بلانت كدني، أشوف شنو وضعها. بعد نفس العجز الكلوي بالأطفال اللي غالبا يكون سببه UTI العجز بالأطفال يكون سببه Tract إنفكشن في بعض الأحيان، مو مثل الكبار وحد هالكلية لا، عندها أسباب ثانية. أسس the poisons the cause the high of non-function kidney كلية ما تشتغل. إذا نشوف إذا بيها مليانة سوائل ومي هاي فوسس والسبب ما شنو هل انسداد مثلا وهل كمية هذا الحيدون زين بعد نفكر بشغلة أيضا إضافية اللي هي بيركوتينيوس يعني أنا مثلا هسه أريد أسوي فد فعالية معينة اللي هي أريد أخذ عينة من الكلية اطب يعني اهبيت ادخل النيدل وبعدين نشوف وين طابه النيدل اكيد لا لازم اني اخلي ببالي انه هاي النيدل لازم تدخل بالكليه وما تضرب شويان فاحتاج فتصور تدليني الالترا ساوند اسس هنا فلو عن طريق الدوبلا الالترا بخاصية خاصية اللي هي خاصية الدوبلا خاصية الدوبلا شنو اللي هو يفحص لنا الاتوي مال الكدني مسدود لو يشتغل لو شنو وضعه شنو اموره تمام هاي هالشيء ضوي واساسي زين بعد اخر شيء اسس ذا كل حكي انا قالت الكليه وحجت الكليه وجدت الكليه ايضا نشوف المثانه البوليه البلادة والبوستات زين شوف مثلا هسه هاي قبالك الكليه هاي الكلية هاي قبالك جاي لها خاط هاي كليته هي الكلية زين شبيها هاي الكلية؟ حجمها الطبيعي 9 الى 12 سنتي، ما لي شنو انا اجيب وياي مسطرة، لا حبيبي انت بالجهاز بس تجو هذا الخط بالماوس على الحاسبه يقيس لك الطول مالتها او الاحجام مالتها. غالبا اكو تفاوت بالحجم بين الكليه اليمنى واليسار تفاوت ما يعبوس سنتيم ونص. سموث اوت لاينز شنو؟ سموث اوت ناعمه النهايات مالتها يعني مو حاده، اوكي؟ بعد هنا كبسولة أبيض ايكوجينيك شنو هنا الكبسولة حوالي الكلية اكو بياض وين البياض هذا انا اسمه هذا بياض هذا خط ابيض خط شوية رمادي هنا هذا خط ابيض حيل واضح هذا الخط الابيض اللي هو الكبسول هذا لانه يطلع هذا الشكل نصيح له كبسولة ايكوجينيك يعني دي يطلع وضوح الكلية بنصها ايضا راح موجودة سنترال ايكوجينيك اريا اكو منطقة بنص الكلية راح تلقاها هم بيضة واضحة اللي هي هاي حاطين عليها باللون الاحمر هاي تحتوي على البلد فيسلز الشرايين والاوردة ونقدر نقول الحوض مات الكلية لوين البلفيز وكذلك ايضا بعض المكونات الاساسية زين على الأطراف يقول لك the cortical echoes are less than the the liver and spleen هاي الأطراف اللي هي السوادات اللي هي هاي يكون أيضا الألوان مالتها بيها بعض الاختلافات عن الكبد والسبلين أنت المفروض ما تأخذ الكبد والسبلين بس لان إحنا ناخذ اللي قدام بعض الاختلافات يعني بالشكل مو نفس اللون عشان يعني تقدر تميز بيناتهم بيراميدز أبيو as triangular structures of low echo التكستشر البيراميدز او اللي هو نقدر نقول الاشكال الحراميه اللي هي ضمن الستركتشر مات الكدني يقول لك لو ايكو تكستشر يعني مو كلش واضحه شنو مو كلش واضحه يعني هنا تكون مائله للسواد اكثر اللي هو البيراميد البيراميد اللي هو شنو اللي هو نقدر نقول هذا هسه هذا مدلاي بيراميد مدلاي بيراميد شنو المدلاي بيراميد الفصوص مال كليه هذا فص خل اختار غير لون او الدوخ هذا فص هذا فص هذا فص هذني صحنا لأن المدل لانه بشكل الاهم فهنا يقول لك هذني من بينات كلش بالالتراساوند يكون على شكل سوادات اوكي وشكلها غالبا مو واضح مثلثي شوف هسه هاي هنا اسود مدل هاي هاي كمل التحليل الاخر انت